السلام عليكم ورحمة الله الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة؟ العائلة طويرات، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير، والله يسهل الأمور للجميع. لازم نعرفوا الفلفل الخوت غني بفيتامين سي، مزيان اليوم هادشي اللي كاين. حبوب المستنبتة ديما شمها كذلك البصل راه معاكم الشوميش هنا خير ان شاء الله نضحكوا شويه وصافي. فكاينه واحد المسائل الخوت باغي نهضر عليهم، كانوا سولين الخوت على البيض، يعني كل واحد اش يقول لي؟ تيقول لي الانثى تقريبا واحد 15 يوم والبيض ما فقش، يعني 18 يوم والبيض ما فقش. فالغلط ديالك يا المربي، علاش ضيعتي واحد الوقت وفيها خير ولكن ضيعتي واحد الوقت ديالاش؟ دائما الخوت ملي الانثى تتوضع، راه ذكرتها في الفيديو السابق راه عندي في اليوتيوب، فالانثى ملي تتوضع البيضه الاولى تنزيلوها وتنعطيوها البيضه ديال البلاستيك، تتوضع البيضه الثانيه تنزيلوها تنوضعوا البيضه ديال البلاستيك، والثالثه والرابعه، ملي تتوصل الثالثه او الرابعه تنوضعوا ليها البيض ديالها، لانه حتبدا الفتره ديال الحضن، ومني تبدا الفتره ديال الحضن تتحسب ليها مني تبدا تحضن نهار كامل، يعني تتخرج غير تتاكل البذور والماء وتترجع العش ديالها. تنجي انايا تنحسب ليها المدة، حنا نديرو 6 أيام، هي 5 أيام راه كافية، ولكن 6 أيام نديرو حنا 6 أيام، تجي 6 أيام تجي بلا ما تهز البيض، بلا ما تهز البيض، من الأحسن يكون عندك بيل، من الأحسن يكون عندك بيل. تجي هادي الإخوة للمبتدئين، تجي تدير البيض بحال ما وقتها، البيض تضربو في البيل، هادو بيض بلاستيكي الخوت، تضربو في البيل، إلا بان لك خطوط حمراء مع واحد النقطة تتنبض فعرف بأنه البيض ملقح، عرف بأنه البيض ملقح، هذا هو اللي كاين، ملقح 100%. فمن تماك تبدا تحسب، من تماك تبدا تحسب، فمني تتعرف بأنه البيض ملقح صافي، يعني المسألة ديال سميتو يعني الحمد لله. أما إلا جيتي 6 أيام ولقيتي البيض ماشي ملقح، عرف بأنه راه غير ملقح، ما يخرجوش عندك أولاد، ولكن ما تعجلش وتحيد البيض، خلي البيض تتكمل واحد 10 أيام، ملي تكمل 10 أيام حاول تزيل هذا البيض، تزيلو وسميتو وخلي ليه العش، حيت تبغي تحضن، واخا ما عندهاش الأولاد ما عندهاش البيض تبغي تحضن، هي ممتازة للأنثى، علاش؟ باش تترتاح جسديا، هذا هو اللي كاين. ملي تتكمل 10 أيام تتزيل ليها البيض وتتخليها، ديك الساعة ملي تتشوفها بدات تتخرج بزاف خارج في العش، تتحيد ليها العش وعلقو خارج القفص. فهاد الحالة هادي خصك تجيب ذكر أو الذكر اللي عندها تحطو على جنب وتجهزو باش يلقحها المرة الثانية إن شاء الله باش دير عش. هادي بالنسبة للخوت اللي سولوني قال لك 18 يوم، فبلاش باش ما تضيع الوقت ديالك. عندي بعض الأسئلة، قال لك كاين هناك تضارب بين الحسون والأنثى ديال الحسون، أو الحسون وأنثى الكناري، أو أي طير الخوت، إذا دخلتي الذكر على الأنثى فطبيعي حيتضاربوا، فلهذا تنصح الخوت في موسم التجهيز تنحطوا الذكر على جنب والأنثى على جنب، وتحاول توضع حاجز بحال ما هذا حتى يتوالف الذكر مع الأنثى. كيفاش؟ يعني مثلا ملي تخليه يدخل يدوش ما تيدارش مع الانثى،
هذه بالنسبه للهجين، وبالنسبه الى بغيتي دير ذكر مع انثى اي فصيله ديال الطيور الخوت. هذا هو اللي كاين الخوت، فلهذا اي فصيله درتي حتى الحسون، ف ملي تتوصل بان الذكر جاهز والانثى جاهزه وباقي انت تضاربوا عمليه التشويق، هذا هو الحل الوحيد. حاول ما تزيلش هذاك الذكر على الانثى، عمليه التشويق ما يشوفهاش ما تشوفوش، يعني هو يفقدها ويتفقدو. فملي تشوف العمليه هي تتقلب عليه وتقلب عليه، عاوتاني حل الحاجز وحاول تراقب. بالنسبه للكناري الكاماتش والحسون اي طيور، هذه بالنسبه اللي تضاربوا الذكور. بالنسبه للخوت، بعض الاخوه تيقول لك الانثى تتوضع البيضه الاولى تتشوفها منفوشه، حاجه عاديه، حاجه عاديه. حاول تعزز لها المناعه وحاول تعطيها التمر، المناعه مع التمر الخوت، يعني التمر علقوا ليها في القفص والمناعه طايه الزعتر يا النعناع يا اي حاجه، يعني فيتامين سي ممتاز، او تعطيها البروبيوتيك البكتيريا النافعه. هاد الامور ديال الخوت ملي تشوف الانثى تنفخات، هذا هو اللي كاين. الكالسيوم دائما الخوت يكون الكالسيوم عند الطيور، دائما يكون الكالسيوم عند الطيور، وبالاخص في هذه الفتره اللي تتبغي تبيض الانثى. الانثى خص يكون فيها يعني تتاكل الكالسيوم واحد المده على العام كامل. انا تنعلقوا اليوم على العام كامل الخوت في القفص، ها تنعلقوا اليوم سيبيا والجريت، هذا هو اللي كاين. واحد الاخ سولني قال لي الذكر تيغرد غير تندخلوا عند الانثى ديال الحسون او الكناري تيسكت، تشويق، فيتامين، مكمل غذائي، فيرتيفيت او الاومنيفيت، لانه الانثى تتنتظر من الذكر هو يغرد باش يتبعها، حيت هذه الطريقه هذه خصها لابد. كاين بعض الذكور اللي ما تتغردش، تدير التلقيح سيلونسيو تتشوف البيض، سبحان الله العظيم راه حطات البيض وانت ما عمرك ما شفتيه، ما عمره ما غرد. كاينين بعض الطيور ديال الحسون بحال ما وكذا سبحان الله، ولكن الاكثريه فيهم يعني تيبقى يتبع الانثى والتغريد. فإلا شفتي الذكر ملي تحل عليه وتيغرد تمشي حداها تبقى يتبعها وهي تتنقز هاد الامور صافي والانثى جاهزه. اما اذا كان كما ذكرت يا اخي يعني الذكر تتحل عليه تبقى ساكت واقف بحال ما هكا تيشوف فيها، عرف بانه الذكر راه ماشي جاهز 100%، فحاول تعطيه مكمل غذائي ديال الاومنيفيت او الفيرتيفيت، وحتى تشوف واحد القوه ديال التغريد ديالو، ومن ثم حاول تحل لي الحاجز ويدخل عند الانثى ان شاء الله. هذا هو كان بعض المواضيع ديال اليوم الخوت. سمحوا لي اللي طولت، راه 22 دقيقه جايه في 23 دابا، فنحاول ان ننهي هذا الفيديو ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.